السلام عليكم ورحمة الله متتبعين قناة عالم شهي، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم طريقة تحضير لتختلات بالفراولة او بالفخاذ، بما اننا حاليا كاينين في الوقت ديال الفخاذ وموجود في الاسواق. غادي نحضروا هاد لتختلات بلا بات بغليزي سوكري بطريقة ناجحة احترافية ومضمونة 100%. غادي نوريكم كاع لي زاستوس باش تنجح معكم هاد لاباط وتبقى محافظة على الشكل ديالها، وغادي نديروها بواحد الكريمه اللي هي بنينه بنينه بزاف. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وبسم الله على بركه الله، غادي نبداو دابا باش نحضروا لاباط بغليزي سوكري. غادي نحتاج 300 غرام من الدقيق الفورص، عندي 150 غرام زبده، انا خدمت بالزبده الحيوانيه لانها كتجيب لي طاخ بنان اكثر من القياس، كنفضل الزبده الحيوانيه، ما كانش ممكن تخدموا بالنباتيه. عندي 100 غرام سكر كلاصي صفار، بيضه، 3 الملاعق كبار ماء بارد، قليل من الملح وشويه ديال نكهه الفاني. اول حاجه غادي نخلط الدقيق مع السكر كلاصي وقبيصه ديال الملحه والزبده. اول حاجه ما كنعجنش هذا الخليط نهائيا، هادشي كنرملو بيديا غير بصباعي، كنحاول ما امكن نلبس هذيك الدقيق كله بديك الزبده، ما نخليش شي مورسو ديال الزبده في الخليط، كله كيولي عندي بحال هذا الشكل، هذا بحال الرمل. فاش كنوصل لهاد المرحله غنزيد صفار البيض، واحد شويه ديال نكهه الفاني او سكر الفاني، والماء. الماء قلت لكم 3 الملاعق كبيره، او ممكن ديروا جوج حتى تشوفوا، انا تندير 3 الملاعق كبيره من الماء البارد من الثلاجه. وما غاديش نعجن، غادي نحاول ندخل هذوك المكونات اللي ضفت في الدقيق والزبده غير بصباعي، كان بحال كي قلت لكم كنرمل، بحال كنفتل بهذا المعنى. صافي، ملي كنتاكد انه دخلوا دوك المكونات في بعضياتهم، هنا غادي نبدا كنجمعها. كيف كتشوفوا معايا، صافي كتكون سهله انها تجمع. غير كنجمع فقط بدون دلك، وهاد القضيه مهمه في لاباط بغليزي، ما كتدلك ما كتعجن، فقط كتجمع. هنا غنوريكم لاصيص الثانيه باش تنجح معاكم، باش تاكدوا ان الزبده دخلت لكم في العجين. بالكف ديال اليد كنضغط على هاد العجينه كامله، راه ماشي كندلك، فقط كندلك عفوا، فقط كنضغط عليها بالكف ديال يديا باش كنتاكد بانه الزبده دخلت ليا في لاباط كامله. كنديرها المره الاولى وكنديرها المره الثانيه وكنجمع العجين فقط، صافي. وكنكور هاد العجينه هادي كنجمعها، وفرضا انه شفتوا العجينه ما تجمعاتش لكم من الاول، كنهضر على شفتوها يعني جمعتوهم بغيتو تجمع، تقدروا تزيدوا واحد الملعقه ديال الماء بارد، تيبقى على حسب نوع تاع الدقيق وتيبقى على حسب الحجم ديال صفار البيض اللي خدمنا به. هاد العجينه صافي جمعتها، غادي نغلفها وغندخلها للثلاجه ترتاح ساعه المكان. من بعد ما ارتاحت لاباط في الثلاجه وشدت راسها مزيان تقريبا دازت ساعه ممكن حتى اكثر، المهم انها تكون مغلفه مزيان باش ما يدخلش ليها الهواء. غادي نطلقها فوق من بابي دو كويسون. بالنسبه في الاول كتجيكم شويه قاصحه لانها فيها الزبده وكتبرد في الثلاجه مزيان، غير شويه ديال الخاطر، وكنبدا كنطلقها بالمدلك حتى كنحصل على واحد السمك ديال تقريبا 3 مليمتر، ما بغيناهاش تكون غليظه وما تكونش رقيقه لانه باقي غادي نبسطوها في هذوك ليمول. من بعد ما طلقتها غادي ناخذ دابا ليمول اللي غنخدم بهم ديال لي طاختولات. انا عندي هادو اللي الشكل ديالهم بيضاوي، ما كندهنوهم هو لانه لاباط فيها الزبده وما كنحتاجوش اننا ندهنوهم نهائيا. وغادي ناخذ لاباط غادي نلويها على المدلك باش تعاوني انني نهزها، وكنستف هادوك ليمول وكنحط العجينه فوق منهم. وممكن تقطعوا مثلا بالقطاعات وتهزوا كل طرف العجينه وتركبوه بيديكم، انا كنفضل هذه الطريقه كتجيني اسهل. كنحط العجينه فوق من هذوك ليمول وكنبدا كندخل العجينه بصباعي في هذوك فوسط منهم، يعني كنتاكد انها خدات لي الفورما ديال طارتوليت ديال المول. الطريقه راه سهله جدا،
صافي وغنبدا نحيد كل من بعد ما كنعمر كل مول كنحيدو، غنحطو جانبا حتى كنكمل كل شيء، عاد غادي نبدا كنحيد لهم دوك الزوائد. ونفس الشيء كنبقى كنهز العجين وكندخلها في داك المول باش تشد ليا الفورمه ديالو. بالنسبه لهاد العجين اللي كتبقى ليا كنجمعها، ما كنعجنهاش، فقط كنجمعها، كنعاود نغطيها بالفيلم اليمونتير وكندخلها للثلاجه تعاود تبرد وترتاح واحد المده ديال نصف ساعه، ونعاود نطلقها من جديد ونعمر بها ليمون الاخرين. المهم انها تغطى وترجع للثلاجه ترتاح نصف ساعه على الاقل ونرجع نطلقها. بالنسبه لهاد لي طاختوليت اللي قديت، دابا غادي نجي نبسطهم بصباعي، كنحاول ما امكن نضغط عليهم باش يشدوا ليا الفورمه ديال المول، كنضغط عليهم مزيان وما تخليوهاش تكون غليظه بزاف، يعني حتى الا كانت غليظه بسطوها بالاصابع ديالكم حتى كتقاد. ومن بعد كناخد موس وكنبدا كنحيد دوك الزوائد من الفوق. كيف كتشوفوا كنضغط بصباعي مزيان وكنحيد الزوائد. صافي ملي كنكمل غادي ندخلهم للكونجيلاتور واحد تقريبا 20 دقيقة هكا، باش كيبقاو محافظين ليا على الشكل ديالهم ملي كندخلهم الفران، كندخلهم الكونجيلاتور حتى كيجمدوا واحد شويه. من بعد ما خليتهم يجمدوا في الكونجيلاتور غادي نتقبهم مزيان كاملين، من المهم انهم يتقبوا باش ما كيتبدلش ليهم الشكل او ما كيتنفخوش ليكم في الفران. كنخرجهم من الكونجيلاتور كنتقبهم ومباشره كندخلهم للفران اللي ديجا سخنت درجه حراره متوسطه تقريبا 170 بالنسبه للفران ديال الغاز مهيل، كنشعل لتحت والفوق وكنخليهم حتى كنتاكد انهم تحمروا من التحت ومن الفوق. من المهم انهم يتحمروا واحد شويه باش كيجيو المذاق ديالهم بنين، ما تخليهمش بيضين، ضروري ياخذوا واحد اللوين محمر خفيف. لي طاختوليت ديالي راه طابو غادي تشوفوهم معايا في الاخير. دابا غادي ندوز باش نصاوب الكريمه اللي غادي نعمر بها. بالنسبه لهنا عندي الكريم باتيسيير، باش ما نطولش الفيديو راني ديجا حضرته معكم في القناه، غنحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف غتلقاوه لتحت. نفس الكميه اللي درت ديال نص لتر هو هذا. عندي الكريم باتيسيير راه بارده، وعندي 100 غرام ديال بودره شونتي غنطلعها مع كاس صغير ديال الحليب بارد، يعني 100 غرام شونتي بودرة شونتي مع كاس صغير حليب بارد وسكر الفاني. غادي نطلع اول حاجة هاد الشونتي لمدة ديال 8 ديال الدقائق سرعة عالية بالباتور، وغنحطو جانبا. غادي ناخد الكريم باتيسير من بعد ما بردت تماما وغادي نطربها كذلك بالباتور حتى كتولي عندي على شكل كريمي. كيف كتشوفوا كتجي كريميه في القوام ديالها. دابا راه جاهزه باش نخلطوها مع لا شونتي. هنا كنزيد نصف كميه ديال الكريم باتيسير او كنزيدو بشويه بشويه، كنزيد نصف الكميه كنخلطو وكنزيد ما تبقى من الكريم باتيسير. بالنسبه للكميه ديال لا كريم باتيسير اللي درت ديال نصف لتر حليب، وبالنسبه للطريقه ديالو كي قلت لكم راني سبق ليا وحضرتها معكم، غتلقاو الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. وبالنسبه لهاد الكريمه غادي نخلطها بالباتور واحد شويه، الجهد اللي غادي تخلط ليا فقط، غير كنتاكد انه لا شونتي تخلطات ليا مع الكريم باتيسير كنحبس تطراب باش هاد الكريمه ما تطلقش وما تهبطش. وغادي نرجعها للثلاجة تشد واحد شوية وندوز باش نعمر لي طاختوليت اللي عندي. هادو لي فون طاخت اللي صوبت معاكم كيف كتشوفو، انا طيبتهم بكري وخليتهم حتى بردو تماما. كيف كتشوفو اللون اللي عطيتهم الذهبي محمر شوية، ما يكونش محروقين وما يكونوش بيضين، من المهم يكونوا محمرين واحد شوية تحميرة خفيفة باش كيجيو بنان بزاف.
وكيف كتشوفوا ناجحين مليون في المئة. تبعوا الطريقة اللي عطيت، المراحل ولي زاستيس اللي هضرت عليهم، وغادي يجيوكم ممتازين، ما غيتبدلوش لكم في الشكل ديالهم، غيبقاو محافظين على الشكل ديال المول، وما غاديش يتنفخوا لكم الوصف نهائيا. دابا غادي نلتفهم باش نعمرهم بلا كريم من بعد ما بردات ليا ودرتها في البوش. انا اختاريت هاد الطريقه ديال التزيين، ممكن تختاروا الطريقه اللي بغيتوا، ممكن تبدعوا، ممكن ديروا يعني الشكل اللي بغيتوا بالبوش. انا عجبني صراحه هذا المنظر، كيجي غزال بزاف، اكيد باين لكم. صافي غادي نعمر هاد لي طاختوليت كاملين، وبالنسبه اللي ما بغاش يعمرهم كاملين غادي تعمروا الجهه اللي بغيتوا، ودوك لي طاختوليت اللي كيبقاو خاويين جمعوهم في بواطه وغلفوهم بالفيلم اليمونتير ودخلوهم للكونجيلاتور الوقت اللي بغيتو. وانا هذه هي الطريقه اللي كندير في رمضان، يعني كنصاوب لي فون طاخت كتر وكنديرهم في بواطه وكنسد عليهم مزيان بالفيلم اليمونتير وكنخليهم في الكونجيلاتور وقت ما بغيتهم كنخرجهم وكنعمرهم بالشكل اللي بغيت. ودابا غادي ناخذ الفخيل، قطعت هاد الفخيله على شكل طولي، وتقدروا تحطوه بالشكل اللي بغيتو. التزيين كيبقى دائما خاص بكم. درت هاد الشكل هذا جا زوين، وغنعاود ناخذ فريزه غادي نعطيها الشكل ديال الورده، كنحلها بشكل طولي، كلها كنشرطها بشكل طولي وكنحلها ونحطها فوق من هاد لي طاختولات. صافي انا هادشي اللي اختاريت ندير، يعني وحده درتها بالفخيز بشكل طولي والاخرين درتهم بالفخيز على شكل ورده، وجاو صراحه هكا راقيين بزاف بزاف ومنظرين. واخر لمسه غادي نديرها، غناخد شويه ديال الناباج اللي غادي ندهن به هاد الفخيز باش كيعطيني واحد اللمعه وفي نفس الوقت كيحافظ لي عليه. كنكمل كاع لي طاختوليت اللي عندي، وهذا هو الشكل النهائي. كيف كتشوفوا كيجيو ما شاء الله رائعين جدا جدا، يعني كأنكم واخدينهم من لاباتيسري، راقيين شكل احترافي ممتاز، والمذاق كيجي ولا اروع. لاباط بغيزي سكري كتجي بنينه بزاف، خصوصا اننا خدمناها بالزبده الحيوانيه، ولا كريم اللي درنا راه بحال كريم ديبلومات، غير ديبلومات كدار بالكريم فريش ماشي شونتي، كدار بالكريم فريش مع الكريم باتيسيير. المهم كتجي بنينه بزاف بزاف وكتواتى مع هاد المذاق ديال الفخيل. كنتمنى انكم تجربوها وتتبعوا المراحل اللي عطيتكم، شاركوا الوصفه مع الاهل والاصدقاء، وما تنساونيش باللايك للتشجيع، واشتركوا في القناة إذا كنتوا أول مرة تشوفوا الفيديوهات ديالي، وخليتكم على خير، نشوفكم في الفيديو المقبل إن شاء الله.